ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من وهران الدكتور حبيب الربعان رئيس الاتحاد العربي للألعاب لألعاب القوى. في البداية أرحب بك، كيف ترى ربما عودة انطلاق دورة الألعاب العربية بعد فترة من التوقف؟ السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. أنا متواجد في وهران في بداية الدورة العربية، وقبل البداية نبارك للشعب الجزائري وحكومة وشعبا الذكرى 61 لاستقلال البلاد، والرحمة للشهداء من الجزائريين ومن يساعد الكبيرة التي تعيشها الجزائر، يقول أنها آتية وبقوة على المستويات العربية والعالمية. نعم، طيب دكتور حبيب في رأيك، نعم تفضل. بالنسبة إلى الدورة العربية، أولا نشكر الجزائر على الاستضافة كونها استلمت الملف في فترة بسيطة جدا، قرابة 3 إلى 4 أشهر، وهذه يعطي انطباع بقوة الجزائر على تنظيم تظاهرة مثل هذه التظاهرة الكبيرة، لأنها تشمل معظم الألعاب وكل الدول العربية مشاركة. يعني على سبيل المثال في البطولة العربية أو المسابقات ألعاب القوى في وهران هناك 18 دولة مشاركة في البطولة، وبقوة، يعني مجموعة كبيرة من الدول تشارك بقوة مع نعم. طيب دكتور حبيب، البطولة كما قلت سابقا، طيب دكتور حبيب، يعني أنت تحدثت عن أن تنظيم هذه البطولة جاء في أقل من 3 أو 4 أشهر، عكفت فيها الجزائر على تنظيم بطولة بهذا الحجم يشارك فيها ربما أكثر من 18 فريق عربي كما ذكرت. كيف يتم التنسيق والتنظيم خاصة وأن هذه المسابقات تقام في أكثر من ولاية جزائرية؟ نعم، هذه أيضا أحد التحديات، المسافة بين المناطق تختلف. يعني الجزائر العاصمة تبعد عن وهران في حدود 5 ساعات بالسيارة. نحن موجودين هنا، جميع الخدمات متوفرة. بعد الاجتماع، بعد الافتتاح إن شاء الله اليوم، راح يكون هناك تجمع لوزير الرياضة في وهران لمشاهدة المسابقات الموجودة هنا في وهران. عندنا سباقات ألعاب القوى والسباحة، انطلقت ألعاب القوى انطلقت في الأمس، واليوم انطلقت السباحة، وفي عندنا كرة اليد أيضا، وألعاب القوى البارالمبية أيضا موجودة في وهران. فالعمل جبار جدا، وكما نعلم يعني كل دورات الأولمبية عربيا أو عالميا تأخذ من 3 إلى 4 سنوات للتحضير لها، فيشكرون القيادة الجزائرية وأيضا القيادة الرياضية الجزائرية على ما عملوه من عمل جبار. دكتور حبيب الربعان رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، كنت معي مباشرة من وهران.